سعيدة. يا رب ما اكونش اتأخرت عليك. لا ده انت جيت في ميعادك بالظبط. ازيك يا نعيمة؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. ازيك يا مروان؟ الحمد لله، نحمد ربنا. يستاهل الحمد. اتفضلي استريح. يا اخي الواجب ان كنت اجيب نعيمة واجيلك، بس انت بقى اللي اصريت غاوي تتعب نفسك. لا ما تقلقش عليا يا عصام بيه، انا لو قلت لك ان انا زي الاول واحسن شويتين مش هتصدق. ما وراكش الكرسي اللي انا قاعد عليه ده. عامله ايه يا ست نعيمة؟ الحمد لله زي ما انت شايف. لو عايز تقول حاجه قولها، انا ما بخبيش حاجه عن نعيمة. يا بوي دي سرك باتع. على العموم البضاعه اللي جايه بكره انا عايزها كلها. عموما كله بالاتفاق. نتفق يا باشا، نتفق. وعلى الاقل نعيمه تشهد على الاتفاق اللي بينا، ولا ايه؟ الاتفاق حلو، بس لما يجي كل الاطراف. ما هي كل الاطراف موجوده اهي، ولا انت تقصد ريم؟ لا لا لا، ريم مين؟ انا اقصد حد تاني. اهو وصل اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتأخرت عليك يا عصام بيه. أبدا، ده أنت جاي في ميعادك بالظبط. نعيمة خليهم يعملوا القهوة. حاضر. ازيك يا حسن؟ بخير. اتفضل يا حسن. ايه الكلام؟ مروان عايز يشيل الليلة كلها. بس ده ما كانش كلامك معاي. الله 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 الله، يا عصام احنا نغير كلامنا ولا ايه؟ انت عارف ان كلمتنا عقد في الشغلانة دي. وانا عندي كلمتي يا عادل بيه، وعلشان بعرف الاصول كويس قوي جبت كل الاطراف قصاد بعض. البضاعة هتوصل بكرة، والبيع والشراء عرض وطلب. عندك حق. حسن انت عايز البضاعة، يعني هتقدر تصرفها؟ قول يا رب. يا رب يبقى حلال عليك. عادل باشا انا هسيبك مع عصام باشا وحسن ترتب الامور، ربنا يوفقكم. مبروك عليك يا حسن. الله يبارك فيك. يا مروان زي ما جينا سوا من البلد نرجع سوا ولا ايه؟ انا على ندري لو ليا الله الصالحين لازم اوفيه. خلص انت اتصل بيا وانا هاجي ونسافر سوا. تدعي لي وانت هناك. قول يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان ده صعب جدا. انا مش فاهم بس في ايه؟ ده انا قلت ان الحكايه في بيتها. ما هي في بيتها برضه يا باشا. في بيتها. يا عبد الله سامحني يا اخويا، حقك عليا. والله ما انا عارفه اودي وشي منك فين، بس انت السبب يا عبد الله. انت اللي ما وقفتش لوش اخوك وقلت له انا عايز حقي. انت السبب. ايه
أنا السبب؟ لا مش أنا السبب، مش أنا السبب يا عبد الله. أنا السبب ليه؟ عشان أنت اتجوزتني وسبت البيت الكبير؟ أنت لما خرجت من البيت الكبير كنت أحسن واحد في الدنيا، كنت ملك، أنا معاك ومسنداك وبساعدك، أنا مش بلومك يا عبد الله، أنا بس بعاتبك، لو كنت وقفت قدام عبد الحكيم وطلبت بحقك بس انت ضعفت وما قدرتش واستسلمت لحد ما تعبت ووقعت وتعبتنا معاك ووقعتنا معاك. اخوك عبد الحكيم هو السبب في اللي احنا فيه ده كله. موت اخويا وضيعنا دي يا بنته. عبد الحكيم عارف يخرج كل الشر اللي جوايا، ومش كده وبس، علم بناتك الكره، وانت عارف يا عبد الله عمرنا ما كنا نعرف الكره ولا نعرف له طريق. بس انت يا كريمة سبت نفسك للشيطان يلعب بيكي. ايوه وشربتي من سمهم وبقيتي زيهم. انا اللي كل الناس كانت فاكره ان عمري ما هقع، انا اللي كنت بعافر مع الايام والليالي واقول ان انا عمري ما هقع، انا تقع الوقعه دي. وعشان ايه وليه؟ لو الزمن يرجع تاني، نعم.